شريط بتاعت الواد بتاع اللي كان بيتكلم اللي كان بيهدد ده اللي زعناه امبارح ده، وانا قلت برضه الشريط ده نزعته امبارح وقلت دي ليست رساله تهييج، وانا حريص ان احنا ما نهيجش وحريص ان احنا بنخلي الناس تبقى اعصابها مرتاحه، انما لما شفت هذا الكلام قلته كحاجه وبلغت حتى بيه، قلت له يا جماعه بلغوا اخواننا السودانيين هناك بهذا الكلام، قلت له يا ابني حتى انا ضحكت عليك وطلعت صورتك اهو عشان لما هتروح المطار يمسكوك، طلع انه كلهم كده، طلع ان كلهم زي الولد ده. هنشوف الشريط مع بعض، ورونا الشريط يا جماعه. اقسم بالله المجازر هاتوا من اوله لاخره تحدث في السودان انتم الذي سيتكبد الخسائر هذه، وحتكتب على ظهوركم، لانه المصريين لسه لحد دلوقتي بيكذبونا على حتى الاموات اللي توفوا 8 جزائريين، احنا عندنا حتى الصور بتاع الاموات دول، ما فيش حد حيكذب على اموات، هذه ما تدخلش في العقل، مش حتى حتدخل العقل انه انسان يقول لك في اموات، وما نكذبش في امور زي دي. اقسم بالله انتم من وصلنا لهذه الامور، انتم اللي وصلتوا راحكم، وحتشوفوا الجزائريين اللي راح يروحوا السودان مش الجزائريين اللي راحوا مصر، الجزائريين اللي راحوا مصر دول ناس عقال، دول دكاتره اكثرهم مش من الطبقة الراقية، دلوقتي مع وصول تذكرة إلى 5000 دينار جزائري اللي راح يروح السودان دول، ما يعني خاوتي الجزائريين ما يدواش من عندي النقطة، راح يروح ثالث المجتمع اللي ما يشتغلش، اللي ما تبكيش عليه يمه، اللي أمه مش حتبكي عليه، مش حتعيط عليه، حيروح يتفرج، وقال لك مش عايزين كأس العالم، عايزين نرجع حق اخوتنا اللي توفوا في مصر، وحتشوفوا عمر اديب. I'm sending you this message. انا نبعث لك هذه الرساله ليك، انت من سيتحمل هذا والسرى لخوتنا الجزائريين والحرب اللي وقعت دفعتني اني نقول انا ما نحبش نشم ريحة مصري، ما نزيدش نسمع بالمصار وقع، مصر نحيتها من الخارطة تاع دماغي، ما كاش مصر. هاك نجحت، أنت نجحت في أنك تكره إنسان جزائري كرهته في 80 مليون مصري، فيهم إمام، فيهم أستاذ، فيهم دكتور، فيهم صحفي، كرهتني فيهم قاع، وربي شاهد باللي أنا بك أنت كرهتهم قاع، معليش راك نجحت. الناس راح يقولوا بلي انا مهبول انا مقود، معليش ما يهمنيش. واش درتو راح واش زرعتو راح تحصدو، راح تحصدو. راني نسمع دوكا وكنت تسمعو في لافيديو ريتا سيتي ساز يبكي، باش تبكي راجل يحبلك، عشان تبكي راجل وقولوا دي اوانتا ودا كلام شوارع وكلام ما سمعتم به وقع في الجزائر اليوم ما هو إلا مقدمة لنهاية العلاقة الجزائرية المصرية. مش عايزين علاقات دبلوماسية، ضربت الفريق الوطني وكنا نتسطر على العلاقات الدبلوماسية، قلنا دول إخواتنا ودول أشقة وبنتنا تاريخ، اليوم أثبتتمنا أنه